السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة عرب سيميلاتور. اليوم سوف نعمل الفيديو رقم 2 للدورة كيفية تصميم المضفلب اللي عملنا لها، يعني المقدمة على القناة كما ترون الآن. فعملنا المقدمة فيها يعني الروابط، وشرحنا كيفية يعني التسطيب وتحميل البرنامج المود استوديو وتحميل التمبلت. ولا تنسوا لقد حطيت لكم يعني البروجكت بيستي للفوتوشوب، يشتغل فقط على الفوتوشوب. يعني الفوتوشوب يعني اي ستارت سوف يشتغل معك، عبارة عن كيفية التصميم على التمبلت، وحتى تعرف يعني اين جاء المكان الكتابة وهي الاشياء. وتاني البيستي او المشروع التاني وهو خاص بالايقونة المودفلب. يعني إذا تريد أن تصمم على مودفلب تدخل لهذا البروجكت وتعدل عليها وتحتفظ بها وتخرجها لسطح المكتب، وتساعدك يعني في عمل يعني تصميماتك. حتى لا أكثر عليكم كثرة الكلام، سوف نذهب الآن للبرنامج الفوتوشوب. يعني كما ترون الآن أمامكم، سوف نقوم ب فتح يعني التيمبلت، إضافتها في البرنامج الفوتوشوب. كما ترونها هي التيمبلت، وسوف نعملها يعني القفل، ونعمل بعض اللايرات، ونأخذ واحدة أخرى ونعمل لها ديبليك لاير ونحطها يعني فوق، يعني نقوم بإلغاء القفل ونرجع 44% أو 50% على حسب يعني رؤيتك للمشروع. المهم الآن نريد أن نكتب شيء هنا باللغة العربية. فتزمر الوراي شايفك بالمراي. المهم أنا ما أفهم كثيرا على اللهجات العربية. فالمهم أنا عجبتني هاي العبارة وأحببت يعني أعملها عليها على هذا على الواقي. المهم الآن كما ترون عندما نقوم بإلغاء هذا، يعني هذا فقط يعني حتى نرى وين المكان اللي صممنا عليه، يعني حتى نعرف هل جاء في الوسط أم لا إلى آخره. المهم أنا هاي الكتابة سوف أقوم بعمل يعني اللون أبيض أكثر، ونذهب إلى هاي المكان اللاير 2، ونذهب إلى هاي المكان ونختار هاي المربع، وهنا يعني ندخل هنا ونختار لون أسود لأن الواقي هو أسود وليس أحمر ولا أزرق. المهم نعمل هيك، كما ترون الآن أصبح يظهر التمبلت. يعني صبغنا احنا التمبلت، أي صبغنا بالأسود، ولكن تظهر لأنه حطينا هذا فوق حتى نرى وين جاء، يعني وين جاءت الكتابة، يعني هل في الوسط أم في أماكن أخرى. لأنه في بعض الأحيان يعني عندما تعمل مثلا هي الخلفية السوداء ما تعرف يعني إن كتبت هاي الكتابة، يعني هل هنا أم هنا أم هنا أم هنا. فاللهم الإنسان يخليها هكذا حتى يعرف يعني وين المكان اللي جاء، يعني بشكل يعني في الوسط بشكل احترافي هكذا مثلا. ونقوم بحذف هذا ونقوم بعمل لاير آخر، ها هو، ونقوم باللون الأبيض، نقوم بالتغيير، نضغط هنا فسوف يتم التغيير إلى اللون الأبيض، ونقوم بصباغة التمبلت. هي تم يعني تم صباغتها باللون الأبيض، والآن صارت عندنا يعني أو قمنا بالتصميم الآن يعني الواقي بتاعنا، يعني بشكل احترافي، يعني بدون مشاكل بدون أي شيء.
فتحتاج فقط للاير أن تعمل هاي الأشياء كلها. فالآن سوف يبقى الشيء الأخير وهو أن نعمل السيف. إذا تريد مثلا أن تقوم بالسيف، تقوم باحتفاظ بهذا البروجكت اللي صممت عليه هذا الميدفلاب مثلا، سوف تكتب مثلا محمد واحد بروجكت وتحتفظ به. والآن سوف نقوم بسيف بصيغة البينج ونكتبها باللغة الأجنبية، لأن اللغة العربية يعني لا يقبلها البرنامج المود ستوديو، أو تكتب مثلا فقط 7. احنا كتبنا الآن 7 وها هو هي يعني هي خرجت بنجاح يعني بصيغة البنشي. والآن سوف نذهب لنقوم بعمل الأيقونة لهي التصميم خاص بنا. نذهب ونضغط هنا على نيو ونقوم باختيار المساحة اللي هي 256 على 64، لأنه هذا هو حجم الأيقونة 64. أوكي، وهنا نكتب مود فلاب عربي. لماذا لا تظهر لنا؟ لأنه كتبنا باللون الأبيض والخلفية يعني كانت باللون الأبيض. لهذا سوف نرجع إلى هاي المكان تي ونضغط على الأسود وسوف تظهر معنا. سوف نقوم بتصغيرها حتى تظهر بشكل كامل. ها هي مود فلاب. أما إذا كنت يعني تريد أن تصبغ يعني الخلفية البيضاء، يمكنك أن تعمل ذلك. تقوم بالضغط هنا وتضغط على هاي الكونفرت تو سمارت وتختار يعني ستيل يعني اللي تحب انت، يعني مثلا لون اللي يعني يجي مع التصميم بتاعك انت، وتقوم بالضغط وتقوم بعمل سيف البروجكت. اذا تريد ان يعني تحتفظ بالايقونة حتى يعني في يعني حتى ما تقع دائما في كل مرة تقوم بإنشاء نيو 256 على 64، يعني في كل مرة اللهم خليها احتفظ بها واعمل ايقونات بروجي حتى واحتفظ بها. يعني في اي يعني في يوم من الايام تريد ان تعمل مرة اخرى، فقط تقوم بتغيير التكست وتكتب فيه يعني مود يعني مود فلاب أجنبي، أو تكتب في اسمك مثلا محمد أو إلى آخره. فنضغط هنا ونعمل سيف إلى البنشي صيغة بنشي حتى يقبلها لنا برنامج المود ستوديو. نضغط هنا 8 ونحتفظ بها بصيغة البنشي. الآن نقوم بإغلاق البرنامج الفوتوشوب لأننا انتهينا من ذلك. والآن نذهب إلى البرنامج المود ستوديو اللي تروا أمامكم. ها هو البرنامج، ونلتقي في الحلقة القادمة، لأنه لا أريد أن أعمل فيديو يكون طويل جدا. فنذهب إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. نلتقي في الفيديو رقم 3 إن شاء الله، اللي سوف نعمل فيه يعني برمجة التصميم خاص بنا والتجربة ذلك على اللعبة اليورو تراك. والفيديو 4 سوف نعمل فيه كيف ترفع مود بتاعك للمواقع المضادة.